بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معنا طلاب مدارس دار الثقافة الأهلية، ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات بالصف الثاني المتوسط. ومعانا النهاردة الدرس الثالث في الوحدة العاشرة والأخيرة، والدرس بعنوان الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي. درسنا النهاردة يا شباب يتلخص على إزاي إن إحنا نفهم يعني إيه احتمال نظري ويعني إيه احتمال تجريبي وإيه الفرق بينهم. الاحتمال النظري زي ما هنشوف احنا خدناه قبل كده، والاحتمال التجريبي بيتوقف على ايه؟ ده كل اللي احنا هنشوفه في الدرس بتاعنا. تعالى كده نشوف تمهيد. لو انا قلت لك عند القاء مكعب الارقام مره واحده، ادي مكعب الارقام طبعا ليه 6 اوجه، الارقام من 1 لحد 6، وقلت لك عايز احتمال واحد يعني احتمال ظهور رقم واحد. طيب احنا قلنا الاحتمال بيساوي ايه؟ بيساوي عدد النتائج الممكنة على عدد النتائج الحادثة على عدد النتائج الممكنة. اولا هنا عدد النتائج الممكنة كام؟ في 6 نتائج. طيب كم مرة هيظهر الواحد؟ مرة واحدة، يبقى هيساوي كام؟ 1/6، وبالتالي كل النتائج اللي فضلت دي هتبقى نفس الطريقة. ما هو الاثنين كم مرة؟ مرة واحدة. من كم مرة؟ من 6، يبقى 1/6، وهكذا. يبقى بقيت كل النتائج بنفس الطريقة هتبقى برضه 1/6. وبالتالي احنا استخدمنا ايه؟ القانون اللي احنا استخدمناه ان القاعده بيساوي عدد مرات ظهور الرقم على عدد الكل للنواتج. ده الكلام اللي انا اخدته. اللي هو الاحتمال العادي. طيب لو انا جيت قلت عند القاء مكعب الارقام 12 مره، هرمي مكعب الارقام 12 مره، فبقول لي انشئ جدول وسجل النتائج. هعمل جدول كده بالمره بالمنظر. طبعا اي نتيجه هتطلع لي هتطلع حاجه من 6، يا تطلع 1 يا تطلع 2 يا تطلع 3 يا تطلع 4 يا تطلع، وهكذا. انا هرمي المكعب كام مره؟ 12 مره. يعني مثلا رميته في المره الاولى طلع لي 3، يبقى احط اشاره عند ال 3. رميته في المره الثانيه طلع لي 6، انا بجرب تجربه، وهكذا. رميته في المره الثالثه طلع لي 1، وهكذا لحد ما املي الجدول بتاعي كله. فانا كده خلصت التجربه وطلعت لي نتائج بالوضع ده كده. يعني رقم 1 ده ظهر مرتين من ال 12 مره، رقم 2 ظهر مره واحده من ال 12 مره، رقم 3 ظهر مره، 4 ظهر 3، وهكذا. التجربه ممكن انا اعملها تطلع لي معايا بنتائج، تطلع معاك بنتائج مختلفه، تطلع مع زميلك بنتائج مختلفه، لان كل واحد بيعملها بطريقه مختلفه. طيب في الحاله دي بقى الاحتمال بيجي ازاي يا شباب؟ اقول له احتمال واحد بيساوي ايه؟ اقول له بيساوي مرتين من 12 مره، وظهر كم مره؟ مرتين، يبقى 2 من 12 مره، يبقى بيساوي 1/6. طب احتمال ظهور رقم 2 هقول له مره من 12. طب احتمال ظهور رقم 3 هيظهر مره من 12، وهكذا. طب الاحتمال بقى هنا حصلنا على النتائج دي ازاي يا شباب؟ حصلنا بواسطة التجربة. يبقى ده احتمال وده احتمال، بس ده اسمه احتمال ايه؟ احتمال نظري. ليه؟ لأنه بيعتمد على قاعدة، على قانون. يبقى أنا عملت النتيجة غيري عمل النتيجة هتديني نفس النتيجة. ليه؟ لأن ده قاعدة وقانون. أما بواسطة التجربة أنا عملتها بنتيجة طلعت لي بوضع، نايف عملها بطريقة تانية طلعت له بنتائج مختلفة، معاذ عملها بنتيجة تانية طلعت له، وهكذا. يبقى إذا دي اسمها بالتجربة. يبقى هنا عندي نوعين من الاحتمال يا شباب، اسمه احتمال نظري واسمه احتمال تجريبي. يبقى هنا زي ما أنت شايف كده، ده اسمه الاحتمال النظري اللي بيعتمد على قانون، وده اسمه احتمال تجريبي اللي بيعتمد على تجربة، وبالتالي نتيجته بتختلف من واحد لإيه؟ للتاني. يبقى هنا ركز معايا في الحتة دي قوي. يبقى نستنتج هنا إيه؟ ان الاحتمال النظري هو ايه؟ اللي هو عباره عن نواتج يتم الحصول عليها عن طريق قواعد وحقائق معروفه. ركز في التعريفات دي. الاحتمال النظري ده ليه قوانين وقواعد. اول ما تشوف قواعد وحقائق يبقى ده احتمال نظري. طب امال الاحتمال التجريبي اللي هو عباره عن نواتج يتم الحصول عليها عن طريق اجراء التجربه. يبقى اول ما تشوف كلمه اجراء التجربه ده اسمه احتمال تجريبي. فكده عندي الاحتمال نوعين، احتمال نظري قواعد وحقائق، احتمال تجريبي هي نواتج يتم الحصول عن طريق ايه؟ عن طريق التجربه. ركز في الاثنين دول لان دول دايما بيبقوا صح وغلط
هو بيجي اختيارات، ايه هو الاحتمال النظري وايه هو الاحتمال التجريبي. فيجي هنا مثلا مثال يقول لي ما الاحتمال النظري لظهور العدد واحد مرتين عند القاء مكعبي ارقام؟ هنا احتمال نظري اللي احنا شغالين عليه بالقواعد بتاعتي، ظهور العدد واحد مرتين، هرمي مكعبي ارقام صح؟ يبقى احتمال واحد في المكعب الاول هيساوي ايه؟ المكعب الاول احتماله كام؟ 1/6 زي ما انا متعود. والمكعب الثاني احتمال ظهور رقم واحد برضه 1/6. طب احنا قلنا قبل كده لما اقول لك عايز الاحتمال يوم هما الاثنين كنت بعمل ايه في الاحتمال الاولاني والاحتمال الثاني؟ فعلا بضربهم في بعض لان دول حادثتين مستقلتين، يبقى 1/6 في 1/6 يديني كام؟ يديني 1/6 وايه؟ و30. يبقى هنا اعتمدت على الاحتمال النظري، ان هو قال عايز احتمال النظري بالقانون اللي انا اشتغلت بيه عادي ما فيهاش اي مشكله. هنا بيقول لي يبين الرسم المجاور نتائج تجربه القاء مكعبي الارقام بناء على الاحتمال التجريبي. ان الاحتمال التجريبي يبقى انا جربت طلعت لي النتائج دي. فبيقول لك نتائج القاء مكعبي ارقام. بيقول لي هل الحصول على مجموعه 12 له فرصه حدوث كبيره؟ ان انا اوصل يعني لما ارمي المكعبين الاقي ان المجموعه 12 يعني يطلع هنا 6 وهنا 6، هل فرصته حدوثه كبيره ولا لا على حسب الجدول او على حسب النتائج اللي انت طلعتها لي؟ بقول له تعالى هنا عدد المرات كام؟ 2. هنا عدد المرات برضه 2، يبقى كل عمود زي ما اتعلمنا في الاعمده التكراريه هنجيب الرقم اللي ايه؟ المقابل ليه بالوضع ده كده. طبعا اللي تحت ده يا شباب المجموع، مجموع الارقام اللي ظهرت. مجموع الارقام اللي ظهرت. هنا عدد مرات الالقاء، عدد مرات الايه؟ الالقاء، اترمت كم مره؟ طيب لما ظهرت 12 كم مرة ظهرت ان المجموعة 12؟ مرة واحدة بس صح؟ طبعا اولا المجموعة كل دول كام؟ مجموع عدد مرات الجراء التجربة 58 مرة، 58 مرة اللي هم ظهروا قدامي 58 مرة. كم مرة ظهرت فيهم المجموعة 12؟ مرة واحدة بس صح؟ يبقى هيساوي احتمال انه يظهر 12 بيساوي كام؟ من الاحتمال التجريبي 1/58. المجموعة 12 ظهر مرة واحدة من 58 مرة. يعني قلنا ال 58 دول ده مجموع التجربة أو مجموع عدد المرات اللي أنا عملت فيها المكعبية. طيب مرة واحدة بس من ال 12 من ال 58 طلع مجموعهم كام؟ ب 12، يبقى 1/58، 1/58. طيب هل في الحالة دي دي فرصة كبيرة ولا صغيرة؟ طبعا لا، واضح إن هي إيه؟ نتوجة فرصة كبيرة الحصول على المجموع 12، ده حاجة يعني نسبة بسيطة جدا وضئيلة جدا. تعالى على نفس الرسمة بيقول لك ما المجموع الذي له فرصة حدوث كبيرة؟ ايه المجموع اللي ليه فرصة حدوث كبيرة؟ برضه هعمل نفس اللي انا عملته. مجموع مرات القاء المكعبين كانوا كم مرة؟ 58 مرة. أكتر رقم أو أكتر مجموع ظهر، أكتر مجموع ظهر كان فعلا 8 صح؟ ظهر كم مرة؟ 13 مرة، يعني مثلا هنا كان 3 وهنا 5، كان هنا 4 وهنا 4، كان هنا 2 وهنا 6، يبقى أكتر مجموع ظهر في المكعبين على المكعبين هم كان كام مرة؟ كان 13 مرة من 58، يبقى المجموع 8 ظهر 13 مرة من 58، يبقى الاحتمال التجريبي أكبر مجموع ليه احتمال اللي هي 13/58، يبقى إن المجموع اللي ليه فرصة حدوث كبيرة هو المجموع 8. أكتر مجموع ليه فرصة حدوث كبيرة هو المجموع إيه؟ 8. هنا بيقول أجريت دراسة على 300 شخص للوقوف على طريقة معرفتهم الوقت. أجريت دراسة على 300 شخص للوقوف على طريقة معرفتهم الوقت، يعني الواحد عايز يعرف الساعة كام بيعمل إيه؟ يبص في ساعته اللي هي ساعة اليد، يا بيبص في ساعة الحائط، يا بيطلع التليفون من جيبه ويبص في الساعة عشان يشوف الساعة كام. فبقول لك ما الاحتمال التجريبي في ان يستعمل الشخص هاتفه النقال في ذلك؟ ايه الاحتمال انه يستخدم الهاتف؟ هو استخدم الهاتف كم مره؟ 185 مره صح؟ طيب من كم شخص؟ من 300 شخص، يبقى الاحتمال كل اللي انت هتقسمهم على بعض يبقى 185 على 300 يبقى كام في الميه؟ 62%. 62% يبقى قسمت 185 على مجموعهم اللي هو 300 شخص، يعني 185 شخص يستخدم الهاتف النقال من 300، يبقى 185 على 300 بيساوي 62 ايه؟ في المئة. أجينا هنا سؤال شباب، سؤال تحقق من فهمك.
بيقول دراسة إحصائية أجريت دراسة حديثة على 150 شخص، فأجاب 18 شخص منهم بأنهم يستعملون اليد اليسرى، يعني 18 واحد من 150 بيستعملوا اليدهم اليسرى. فإذا أضيف 2500 شخص إلى هذه الدراسة، يعني خلينا الدراسة من 2500 شخص، فكم تتوقع عدد الأشخاص الذين يستعملون اليد اليسرى منهم؟ كم واحد يستعمل اليد اليسرى؟ لو من كل 150 في 18 شخص بيستعملوا اليد اليسرى. طب لو كانوا 2500 هنعمل إيه؟ قولوا تعالى أنا عندي 18 من 150، 18 شخص من 150. طيب لو خلينا ال 150 دول بقوا كام؟ بقوا 2500. يبقى عايزين نعرف كام شخص من 2500 في عاملين ناسي. يبقى 18 على 150 اللي هي النسبة الأصلية اللي عندي بتساوي س على 2500. هنعمل المقص بتاعي، يبقى الس هتساوي اضرب 18 في 2500 واقسم على كام؟ على 150 زي احنا متدربين. 18 في 150، 18 في 2500 يديني 45000، وهقسم على 150 يبقى 45000 على 150، يبقى الس هتساوي كام؟ 300 شخص. يبقى لو كانوا 2500 يبقى هيكون عندي 300 شخص بيستعمل اليد الايه؟ اليسرى. اخر سؤال معانا هنا يا شباب، بيقول استعمل الجدول المجاور لحل السؤال 4 و5 اللي هيظهر قدامنا دلوقتي. دي نتائج دراسة إحصائية، طبعا يبقى دي تجربة عن الكتب المفضلة لدى الطلبة. الكتب الدينية في 48 طالب، الكتب العلمية 33 وهكذا. طبعا طالما في احتمال أول حاجة لازم أجيب المجموع. مجموع عدد الطلاب كام؟ 120 طالب، يبقى أنا كده بتكلم في عدد الطلاب 120 طالب. طب بقول لك ما احتمال أن يفضل الطالب التالي الكتب الدينية؟ احتمال أن يكون الطالب يفضل الكتب الدينية. يبقى هقول له عدد الكتب الدينية على العدد الكلي اللي هي 48 على 120، طبعا بعد التبسيط يديني 2 على 5. طيب كم تتوقع ان يكون عدد الطلبة الذين يفضلون الكتب الادبية من بين 90 طالب اخرين؟ يبقى انا بتكلم على 90 طالب غير اللي معايا دول، دي لان اللي معايا 120 طالب. فبقول لك كم تتوقع عدد الطلاب اللي يفضلون الكتب الادبية؟ هو فينا كم واحد بيفضل الكتب الادبية؟ بيفضل 28 من كام؟ من 120. يبقى انا لو معايا 28 من 120، لو كانوا هم 90 طالب عايز اعرف بقى كام واحد يفضل. 28 من 120 عايز اعرف السين تساوي كام لو كانوا 90 طالب. نفس فكره السؤال اللي فات. طبعا السؤال ده انا ممكن احله من غير ما اعمل الكلام ده، يعني لما اقول 28 على 120 اقول له مثلا هنا 120 دي عباره عن كام؟ عباره عن 4 في كام؟ في 30. و ال 28 عباره عن كام؟ 4 في 7. صح؟ ممكن من 4 تروح من 4، يبقى كل 7 يقابلهم كام؟ 30. يبقى كل 7 كتب يقابلوا 30 طالب. فلما هنا 90، ال 90 فيها كام 30؟ 3 في 30، يبقى المفروض هنا هتبقى كام؟ 3 في ايه؟ في 7 ب 1 و20. او اعملها بالطريقه اللي تحت ان انا اعمل مقص، يبقى هضرب 28 في 90 واقسم على 120، يبقى هتديني برضو 21 طالب. يبقى عدد الطلاب المطلوب هنا يساوي 21 طالب. يبقى هنا يا شباب الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي قريبين من بعض في الفكره، ولكن الاحتمال النظري بيعتمد على قواعد و حقائق، اما الاحتمال التجريبي دايما بيكون فيها تجربه، وبالتالي لازم نفرق بين الاثنين وازاي بتعامل مع الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي. ان شاء الله يكون الدرس سهل يا شباب، ونتقابل مع بعض بدروس جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.